هسه على شقيقك عصام تيج، خلينا نحكي شوي على عصام، شو الحاجات الخايبة في عصام الوي؟ الحقيقة ما عنده حتى حاجة خايبة. حتى حاجة خايبة. والله يعني الناس كل حتى الناس كل تشكر فيه وقلبه باهي برشا ورجال حتى يضرب على الملاعبية في المنتخب. ها خاطر أخوك. والله ليه العباد عودت لي أنا ما نعرفوش. العباد هي اللي تعرف وأي واحد يحكي معناتها قلبه باهي عصام جوست عنده كما قلت لك كيما كل الحب الانتصار والجرينتا وكل شيء هذيك. نبداو الروبريك نتاعنا أول روبريك في الحصة نتاعنا قول ألو. قول ألو. قول ألو سي مروان. ألو. يا سما. ألو. مرحبا حط الكاس حط الكاس مروان شحوالك ما عندكش كاس بحذاك الو لحظه 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 اخويا لحظه لحظه صديقنا اتصل بينا سي بون هاي تفضل هاي اسمع فيك وي يا انا مروان مع السلامه صافا شحوالك الحمد لله ما عرفتش الصوت زيد جزيري معانا لا امبوسيبل كيفاش ما يعرفنيش لا ما عرفش الصوت ها عصام عصام تيج آه معنا اللاعب الدولي السابق عصام كنت تسمع فيه كنت تسمع فيه ما قال فيك حتى حاجه باهيه كان كان خايب هو يعرف لا مستحيل باهي عصام اهلا بيك الساعه شنو حوالك خويا؟ عصام مرحبا بيك مرحبا بكافه المستمعين الحمد لله لاباس انا خويا سام مرحبا بمروان شكرا على الاستضافه. مرحبا بك عصام عندك ماتش خذيناك على الطاير اليوم ها؟ اي صحيح انا تو انا كيما حكينا قلت لك انا تو في البيس عندي ماتش نلعبه كونتر نيس وكاو انا خويا معك انت ما نجموش نردوا لك طلب خويا. ربي يفضلك عصام ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. احكي لي شويه على مروان برامو يقدرك برشا هو بالتليفون ووجهه حمار بحذانا. نعرفش من السخانه ولا منك انت. لا شوف مروان خويا صغير وصغير فينا الكل معناتها في العائله يقول لي كان مدلل برشا ونحبوه برشا وشوف معناتها القدر ديما باهي في العائله واحنا اخوات معناتها ما فماش حتى اشكال ونحبوا بعضنا ماناش معناتها احنا اخوات. شنو هما الحاجات عصام حتى حكينا قبيلك ما يعرفهمش العباد على مروان خاطر يشوفوه في التيران اجريسيف عنده شويه ما عندك انت ومتاع جرينتا واحد ويمكن حتى فهم شكون واخذ عليه فكره اخرى حكينا شويه على مروان عصام خارج الميدان شوف احنا في العائله متربيين عائله سبورتيف معناتها براتيكمون الاخوات الكل نلعبوا في السبور فما اليون بالور فما الفوتبولور دونك يظل لي ولكن الطبيعه هي معناتها احنا ناس تلعب على المريول نقدر ونحترم المريول اللي نلبسوه نحترموا الجمعيه يظل هذيك غريزه فينا معناتها الانتفاع واحد مروان صحيح مروان يظل لي فما شويه يظل لي مبالغه لكن بالنسبه لي فما مبالغه فما شويه بروفوكاسيون شويه ساعات زايده نعم فما شويه مبالغه وبروفوكاسيون زايده ساعات ها؟ صحيح فما لا فما صحيح انا ساعات ديما نقول له لكن عادي جدا حتى احنا صغار مرينا بال بالمرحله هذيك معناتها كالاندفاع زايد وكنحبوا نعطيه 150% مش 100% فهمتني مروان طبيعته باهيه مروان ماهوش مكان اللاعبين معناتها اللي يحبوا المدرة ولا حاجة لكن مروان لاعب يعني يحب اللعبة نتاعو يحب الرياضة نتاعو يندفع يمشي 100% معناتها ما فماش غش ولا فماش تخاذل برافو عليه كان معناتها اون بون ريوسيت وعمل لي بون بيريود كبيرة خاصة في الملعب التونسي والنجم الساحلي ويظل لي لا با يو اسي تشونس في كاريير سبورتيف. عصام فماش ترفع حاجه صارت مع مروان ما يعرفوهاش برشا العباد. ترفع والله ما عندهاش برشا ترفع معناتها كما قلت لك معناتها انا نجي ساعات من فرنسا معناتها نقابلهم في العائله كل واحد بشيء دونك الطرف ما نذكرش فما لكن مروان صاحب فلكه صاحب جو معناتها وانسان يحب الفضل كوديما معناتها
طاقة البهجة والابتسامة معاه. قد عندك ما حكيتوش معك حسام؟ قد عندك حسام ما حكيتوش؟ قلت البارح حكينا. ديما تحكي ولا؟ نحكي ولا شنو تحب تقول لحسام؟ ها؟ خويا الكبير ونقدره ونحبه برشا وهو يعرف هذا وان شاء الله نتمنى له مسيره ناجحه في التدريب. وانت فماشي حاجه هكا تحب تفضحه وتحب تستغل الفرصه؟ ننصحك خويا بالعكس نقدروه هذاك معناتها كيما نقولوا كبير العيله معناتها هو تونس الكل تقدره عسى كلها تحبه كيما قلت لك حتى اصحابه كل الناس الكل ان شاء الله يفضلوا خويا ان شاء الله مسيره ناجحه في التدريب نتاعو. يعطيك الصحه عصام شكرا ليك خويا. عايشك اسلام يعطيكم الصحة بارك الله وان شاء الله مربوحة كما قلت لك في الماتش اليوم كانت هذه قول له